حول الممارسة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر، شفنا فيها أنه كان تجاوب كبير بين المشاركات، خصوصاً أنه سمح للمنتخبات المحلية اللي جاءوا من ولايات كثيرة من الجزائر ومن البلديات أنهم يحتكوا بيناتهم فيما بينهم، وكذلك يحتكوا بالتجارب اللي جاية من سواء الخبيرات أو الدول المشاركة. C'est un événement très intéressant et c'est clairement un jalon dans le travail que l'Algérie fait pour la promotion politique de la femme. Ce travail a été commencé il y a déjà plusieurs années à travers les différentes réformes politiques. Et clairement, on voit à travers cet événement qui réunit des femmes politiques ou militantes de différents horizons, que les défis sont communs. Et c'est très intéressant de voir que dans la même salle, une vice-présidente de l'Assemblée, du Parlement, de l'Assemblée, et d'autres femmes, soit militantes, soit de communes ou de localités, posent les mêmes questions et veulent surmonter leurs défis communs. Et le ministère de l'Intérieur et les Nations Unies, le PNUD, ont collaboré pour cet événement. Et je pense que c'est réellement une réussite. Ça propose énormément de pistes pour l'avenir. Alors, je suis venue pour partager dans cette conférence autant qu'expert de genre dans le PNUD, mais autant qu'apprendre à un titre personnel qu'est-ce que c'est l'état des femmes dans la situation politique en Algérie. Bon, voilà, alors j'étais très impressionnée par le débat très vif et précoce. شاركت المديرية العامة للجمارك اليوم في هذه الندوة في الفعاليات من خلال شقين، شق الستان أو العرض، معرض من خلال عرض فيديوهات حضرت لتفعيل دور المرأة في الجمارك، كما شاركت أيضا بحضور تعيين إطارات من المديرية العامة للجمارك لحضور فعاليات الندوة داخل القاعة. بالنظر إلى أهمية الموضوع الذي تناولته الندوة الدولية للمشاركة السياسية للمرأة، تم تجنيد كل الوسائل قصد ضمان أحسن تغطية إعلامية لهذا الحدث الدولي. فعرفت الندوة تواجد قياسي للإعلاميين على مستوى الوطني وكذا لممثلي وسائل الأعلام الأجنبية الذين تابعوا باهتمام مختلف مجريات الحدث وكذا مختلف النقاشات التي دارت في إطار الورشات المفتوحة. Le ministère de l'Intérieur, هو اللي نظم، هو اللي اجتمع، هو اللي عمل باش هذا اللقاء الكبير كبير، وفيه نافذات كثيره الحمد لله، بلا خم وشويه على النساء الله، خاطر كما كانت واليوم كان فرق كبير كبير
ما راهيش كل حقوق، ولكن رانا درجة بدرجة رحنا نلحقوا إن شاء الله النتيجة كبيرة إن شاء الله. الجزائر تعتبر من الدول العربية التي لها نقولوا الحظ في مشاركة المرأة سياسيا، ولكن دائما الدولة الجزائرية تسعى إلى تقديم الأفضل للمرأة. فمن خلال التجارب الموجودة معنا في هذه الندوة، هي تجارب رائدة واستطعنا من خلالها نأخذ بعض الأفكار التي من خلالها تطبق على في السياسة، نقول في السياسة أو في مشاركة المرأة سياسيا. بالنسبة للمديرية العامة للمالية والوسائل وفيما يخص التنظيم، لقد قمنا بتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الملتقى الهام الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة، وذلك لإعطاء أحسن صورة للجزائر على المستوى الدولي. هذا يعني هذا المكانة اللي وصلنا لها في الوقت الحالي، هذا بمناسبة وبمساعدة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطانا هذه الفرصة ووفقنا في الوصول إلى هذه المكانة. كانت مشاركتنا من خلال عنصرين في الندوات ومن خلال الجناح المخصص للدرك الوطني. هذا الجناح الذي تضمن مختلف صور عن مختلف المهام التي تقوم بها المرأة في الدرك الوطني، وذلك من خلال تواجدها في شتى الميادين وتقلدها للعديد من المناصب وكذلك تقلدها للعديد من الرتب. نشكر وزارة الداخلية التي فكرت في هذا الموضوع المهم والمهم جداً، وقد قام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمجهودات جبارة لتمكين المرأة في الحياة السياسية، ومن ذلك نظام الكوطة الذي بفضله أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث التمثيل النسوي. سعدنا كثيرا في هذا اللقاء بالاستماع إلى مداخلات الأخوات وتبادل التجارب في هذا المجال، وقد قدمنا نحن في البرلمان تجربتنا في العمل البرلماني سواء على مستوى المداخلات أو تعاملنا مع الشعب الذي انتخبنا.